فما بالك يا اختي انك تستعمليه للبشره ديال الوجه، هذا الشيء غير منطقي، هذا الشيء ما تقبلوش العقل البنات. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ نتوما لاباس؟ كنتمنى كما العاده هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير. هاد لا فيديو اللي ما كنتش عوالا نديرو في الحقيقه نهائيا، يعني جا على غفله والله العظيم ماشي شنو، جالسه اوفاس معكم ما عندي حتى شي فكره، ماشي ما عنديش الفكره كاينه ولكن ما موجدش شنو غنقول وشنو ما غنقول، جيتنيش نهضر حيت بصح هاد لا فيديو شويه السبب اللي غنهضر عليه هو معصبني واحد شويه. مهم انتم ما تعرفوا كل شيء في هذا الفيديو. هذا قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش بالاخص هذا الفيديو انكم ديروا لي لايك وتبارطاجيوه بزاف ديال صحاباتكم من تسمعوا هذا الموضوع. هذا الموضوع ديال اليوم جيت نهضر على واحد السيده اللي كتبت لي مسكينه واحد التعليق طويل بزاف، عودت لي على المعاناه ديالها البشره، يعني شنو دارت البشره والمشاكل اللي دارت البشره، ودابا هي كترجى وكتطلب ان يا ربي ترجع البشره كما كانت نهار الاول. هادشي ديما كنقولوا لكم البنات، ديما 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 الا رجعتوا لي فيديو ديالي القدامين غتلقاوني ديما كنأكد لكم على هاد القضيه، انكم ما تخربقوش في البشره ديالكم، ما ديروش اللي كان، ماشي غير اللي لقيتوه وطلصوها الوجه ديالكم، راه من بعد تتقول لي يا ربي غير ترجع ليا رجع وجهي كي كان، ما باغاهش بياض، انا بغيت يرجع غير كي كان. راه هذا هو المشكل ديالكم البنات. زعما سمحوا لي ولكن في حقيقه بعض الناس كيعصبوا، بعض الناس اللي كيكون راسهم قاصح، بعض البنات اللي تيكون عندهم الراس قاصح ما كيتصنطوش، يعني كتكون هي من داك النوع ديال ما كتصبرش، خاصها ضروري شي حاجه تطليها لوجهها وصافي، كتقول لا انا وجهي كحل، انا هادي انا هادي ضروري خاصها تطلي شي حاجه لوجهها، اللي قال لها شي حاجه كديرها ولا كتنوض كتفكر من دماغها تتصدق في مشاكل اللي كبيره اللي هي ما قداش عليها. راه الله يحسن العوان، راه عرفتي باش تقابلي البشره ديال الوجه ديالك وتنقيها وتصايبيها، يعني ملي كيكون فيها مشكل راه صعيب، راه كل شيء راه يعني راه غالي بزاف، راه غير اوردونونس راه كتوصل بعد مرات 40000 ريال 30000 ريال كذا و 30000 ريال باش غير تعالجي البشره ديالك ويا ربي ترجع كي كانت. حنا ما تنقولوش انها ترجع احسن، يا ربي ترجع غير كي كانت. داكشي علاش كنقول لكم ديما حاولوا انكم تتبعوا واحد الروتين اللي هو طبيعي اللي هو خفيف ظريف البشره ديالكم وما ديروش لها اللي كان. المهم المشكل ديال هاد السيده هذا شنو هو، انها قالت لك كانت كتحك في الحمام، حكات بالكيس، واخا انني كنظن ان هاد الكيس هذا ما غيديرش ليها هاد الشيء كامل الا ولا كانت عندها ورديه او لا عندها بشره حساسه بزاف او لا هي شدته شي ساعه المكانه وكتفرك فيه الله اعلم. قالت لك شد سبابها كيس، حكات بالكيس بزاف 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 بزاف، من بعد ولا ليها كحل، ولا لا من ولا ليها قبل ما يولي ليها كحل شنو واحد القضيه عاوتاني ديما تنقولها لكم، قالوا ليها الناس حقا، انتم رجعوا انتم ترجعوا لهضرتي، قالوا ليها الناس حقا ديري الحامض. دخلنا عليكم بالله، واش الحامض ديريه البشره ديالك وانتي بشرتك حمراء وانتي البشره ديالك متهيجه وانتي البشره ديالك كتنغل، وغتزيدي تزيديها لاسيل، تزيدي ديريها الحامض وغير جريحه، انتي فكري من دماغك عندك واحد الجرحه صغيره مي كتشدي الحامض وكديريه ليها شنو كيوقع لك؟ راه كتشوط الناموس. انا من تيقرصني الناموس ما نكذبش عليكم، الا ما كانش عندي الخل كندير الحامض، الحامض مي كنديرها راه كتشوطني، فما بالك يا اختي باش تستعمليه البشره ديال الوجه، فما بالك يا اختي انك تستعمليه البشره ديال الوجه، هادشي غير منطقي، هادشي ما تقبلوش العقل البنات. ديما كنقول لكم سورتو في الوصفات اللي كندير كنيفيتي شي حاجه سميتها حامض، كنحاول انني نتجنب الحامض، رغم ان في بعض الوصفات كيديروا قطيرات ديال الحامض اللي كتكون عندهم بشره دهنيه اللي تيكون عندهم الحبوب هو تيشوط زعما داك الحبوب، ولكن انا كنحاول انني كنحيدو ما تنستعملوش نهائيا. انتيا عورتيها وزدتي عاوتاني عورتيها مره ثانيه، لا يعقل يا اختي لا يعقل لا يعقل، يعني هذا الكلام دابا سي طرو طار، يعني انا ما كنوجهوش غير ليك، انا راه هضرت معاك وشرحت لك كل شيء، كنوجهو للناس اللي مازال ما داروش هذه القضيه واللي فكروا انهم شي نهار يديروها، راه شنو غادي يطرى لهم. دابا السيده مسكينه كتبكي وقالت لك زعما اعتقيني بشي حاجه نديرها يتحيدي هادشي، راه ما قدرش زعما ندخل الدخول المدرسي قرب، ما قدرش ندخل وجهي كحل فيه ديطاش،
يعني شنو نقول لكم، انا كنظن واخا انك مثلا كاع حكيتي بالكيس راه ماشي غادي ما عرفت شنو يدير، ولكن انتيا نقول لك واحد القضيه كنقولها لكم ديما، راه فين ما يطبع لكم وجهكم البنات فين ما يولي حمر ما ديري له حتى شي حاجه، الا ما عندكش فلوس باش تشري شي كريم ما ديري له حتى شي حاجه، سينو ديما تكون عندك واحد لاكريم في الدار اللي هضرت عليها ألف 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 ديال المرات ديال اوفياج كويفر باغي دارم كويفر زانك، هذيك دقه بطله، هذيك دقه بطله البنات خليها عندك. كاع انتيا مثلا حكيتي بالكس جيتي غتلقاي بعد مرات كياكلك غتلقاي بعدا غياكلك تلقاي الحموريه غتلقاي غدا الصباح مطبع حمر وجهك، كتشدي ديك الكريم كطليها كطليها هاكا كطلصيها كما تنقولوا مزيان، راه لغد ليك كتولي بحال كتكذبي وديري ليكخون ديالك، اش داك الشي حامض ولا شي كخام يكون فيه الريحه ولا شي سيروم حتى شي حاجه حتى شي حاجه، راه ملي كتكون بشره متهيجه راه ما كنديروا ليها حتى شي حاجه البنات، الله يرضي عليكم. هاد لا كريم ديال اوفياج باغي ديرم كويفر زانك كنتمنى ان الناس اللي كتكون عندهم بشره شويه حساسه ودغيا كطبع عليهم تكون عندهم في الدار ديما، انا هي اللي كتفكني حيت عندي بشره حساسه هي اللي كتفكني من هاد المصائب كامله. دونك الكيس حتى لا درتي الكيس كاع نقول لكم درتي غير خفيف وظريف راه ما يوقع لك والو، ولكن انت راه شديتي فركتيه بغيتي تبدلي الجلده، لا ما يمكنش ما يمكنش اختي هادشي راه بزاف بزاف بزاف. نقطه ثانيه هادشي ما كيدعيش اننا كاع نبكي ويطلع لك الدم وما تخرجيش كاع من الدار، او موان بعدا ديري غير ليكرون ديالك، واخا تكوني في الدار ديري ليكرون كل جو سوايع او موان باش ما تزيدش تاثر على الشمس كثر وكثر تاثر على البشره ياك. واي حاجه عندها الحل ديالها، اي حاجه عندها الحل ديالها، اي مشكل ديري في راسك وفي المتتبعات اللي معايا اي حاجه كيما كانت كيما كانت في حياتك كامله ما نخرجش فيها على الموضوع، ما تدعيش اننا نبكيو عليها واننا ما نعرفش شنو يكون، كل حاجه عندها الحل ديالها، كل حاجه اختي عندها الحل ديالها. انت جلستي تبقات 15 يوم للمدرسه عاد انت كتقولي الدخول المدرسي ولا هذا، ولكن انا وبختك شي شويه ولكن عاد شنو راح طلعتي لي الدم صاحبتي، ما خصكش ديري الحامض ما خصكش ديري هادشي كاع، هادشي ما تفكريش فيه نهائيا، شدا كاع تحكي هاد الوجه بالكيس دوزي لغه بيدك ولعب ديك الخرقه ديال الصابون ديري فيها الصابون ودوزي وصافي، سي با لا بين كاع ديري داك الكيس ولا تحكي به وجهك. دابا كما قلت لك شنو غادي ديري، غادي تاخدي اون كريم اونتي تاش اللي غادي تستعمليها من الليل لليل وغادي ديري ليكرون بالنهار كل جوج سوايع. انتي كاع الا مشيتي تقراي مثلا دخلتي في 8 وعاد خرجي في 12 فاش كتكون عندكم ديك الاستراحه ديال 10 تعاودي ديري ليكرون، ومن تقربي تخرجي مع 12 غتعاودي ديري ليكرون عاد تخرجي حيت تكون الشمس، وان شاء الله هكا غادي تحيد لك ان شاء الله شويه بشويه حيت هي طاش باقا جديده فهمتي ماشي قديمه، دونك خاصك انتيا تحاولي انك تعالجيها تزربي عليها كما تيقولوا تزربي عليها في اقرب وقت فهمتي. هذيك لا كريم ديال نيو سوان اللي ديجا هضرت لكم عليها اش كوب، وراه بزاف ديال لي كريم اونتي طاش هضر عليهم، مي خدي هاد نيو سوان اش كوب خديها استعمليها من الليل لليل الصباح نوضي نغسلي وجهك وديري ليكرون ليكرون كل ما قلت لك جوج سوايع، ديري في 8 وفي الاستراحه مع 10 ومن تبغي تخرجي مع 12 ديري، من تبغي تخرجي مع الجوج ديري، المهم انا ما عرفتش التوقيت ديالك عاوتاني في الربعه ديريه وفي العشيه عاوتاني كتكون باقا الشمس حيت الساعه زايده كتكون الشمس مازال عتعاودي ديري. انت دابا ما تقابلي حتى شي حاجه من غير وجهك ما تقابلي والو، ما تجلسيش في السخون في الحم في لا دوشتي ولا ما تجلسيش ما ديريش ما سخون بزاف ما ديري حتى شي حاجه لي قالك شي حد ديري شي حاجه ما ديري والو ديري غير هاد جوج حوايج ومن بعد ان شاء الله ردي علينا الخبر تكون النتيجه زوينه وغتهني من هادشي، غير عطي راسك شويه ديال الوقت يعني ما ديرهاش في سيمانه تقولي غتحيد خاصك شويه ديال الوقت، مي ان شاء الله غادي تحيد. وهاد الكلام كنوجهو حتى للبنات كاملين انهم يحافظوا على البشره ديالهم كما تنقول لكم ديما، ما ديروا لا حامض لا كيس لا شي حاجه اللي ما متاكدينش منها ما ديروهاش نهائيا، ديروا شي حاجه اللي نتوما متاكدين منها شي حاجه اللي ما عرفتش علاش حاجه اللي ماشي تسامعينها كاع 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 الناس سخن عندك راسك وبغيتي ديري جربي غير هاد البلاصه غير واحد شي شويه غنبقى دقك بحال هكا حبسي فهمتي. وهادشي اللي كاين البنات كنعيا ما نهضر وكنعيا ما نهضر وكنعيا ما نهضر والو كاع ما كت يعني ما كنعممش، وكاين بعض البنات الله يهديهم هكاك ما كيسمعوش الهضره. كنتمنى هاد لا فيديو البنات يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى هاد النصيحه ديال اليوم تكون نال الاعجاب ديالكم، مهم انا حاولت نشارك معكم التعليق ديال السيده باش حتى اللي فكرات انها دير شي حاجه خايبه ترجع للور تقول بارك خلي لي بشرتي كما كانت، انتم شوفوا البشره ديالي البنات راه انا فاش ولدت قسما بالله كان عندي الكلف هنا وهنا كان عندي هنا وهنا
ولكن بشويه بشويه وبالخاطر وبالكريمات وهذه وليكرون سورتو ليكرون راه ما تنفرطش فيه نهائيا، ما كنفرطش فيه، راه هو كاع اللي كيعطيني كيزيد يعطيني واحد الاشراقه وواحد النظره زوينه. ومهم تهلاو ليا فراسكم بزاف، ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديال هاد لا فيديو هذا، والى فيديو اخر ان شاء الله.